بمناسبة الخوف من العملية هقول لك على حاجة كانت لطيفة، عشان انت كنت سألتني في الأول ايه الناس اللي العملية غيرت حياتهم، او ايه كان الكلام ده. مثلا من 5 6 سنين كده، حد لطيف كده جاي بيكشف في العيادة، فدخل قاعد قدامي، فانا المفروض ان انا بتكلم معاه، باخد منه تاريخ المرضي، بتتعالج من حاجة، عملت عمليات مش عارف ايه، وبعد كده بنبتدي نتكلم على العملية ولو هو عايز يسأل على حاجة وكده. فهو الراجل دخل قاعد قدامي، فبقول له طيب حضرتك بتاخد ادويه لحاجه عملت بتاع؟ فلقيته سكت كده وبص للسقف، وبعدين فجاه راح قايم جري جري خرج بره، خرج بره باب يعني باب اوضه الكشف. امسك. فايوه انا اتخضيت، انا قلت في حاجه، يعني قلت يمكن في حاجه بره مثلا، انا ما اعرفش. فطلعت وراه لقيته خارج وابتدى يعرق وبتاع مش عارف ايه. قلت له لا لا تعالى بقى كده ايه بالراحه، يعني استغفر ربنا كده وتعالى. ورحت واخده كده من ايده، وايه الاول على فكره والله قعدت اتكلم معاه بره على باب العياده في التور على السلم بره، وهدي كده شويه، وبعدين دخلنا بعد كده وقعدنا نتكلم. هو القصه كلها حد خايف جدا من ان هو يعمل عمليه. قلت له طيب انت دايما بتبقى خايف من الحاجه اللي انت مش عارف عنها معلومات، يعني بتبقى جاهل بيها شويه، فايه رايك لو قعدنا كده وشرحنا القصه بالراحه واحده واحده، وبعد كده يا عم روح وايه ويعني فكر براحتك بقى، يعني ما تردش عليا في حاجه دلوقتي. قعدنا يمكن ساعة الا ربع مثلا بنتكلم، وبشرح له بنعمل ايه، وهو يسأل على حاجة هو قلقان منها وانا جاوبه، وابتدي ايه الدنيا تنور عنده كده. خلاص مشي من هنا. تاني يوم الصبح اتصل بيا قال لي انا عايز اعمل عملية في اسرع وقت. خد القرار. انا خدت القرار، انا الحمد لله كده واستخرت ربنا وخلاص وكله تمام، بس انا مش عايز ارجع في كلامي تاني، فانت ايه ساعدني نعمل على طول الحاجات التحضيرية اللي قبل العملية وندخل العمليات على طول. فعلا مثلا خلال يومين كنا عملنا العملية. الراجل ده كان من الناس اللي هي حياته اتغيرت 180 درجة. كان وزنه قبل العملية 164 كيلو. خلاص هو كان مهندس كده لطيف يعني سنه صغير في العشرينات. عشرينات و 134. 164 كيلو. وستين. نزل لحد 78 كيلو في سنة. خلاص كده؟ دلوقتي بقى يعني اللي هو ايه بقى صور واللي بيبعتها لي شاب رياضي حاجه بقى وراح الجيم ولعب رياضه وبتاع، فحاجه بقى جميله جدا. هو نفسه بقى خلاص بقى واحد تاني فعلا، بقى واحد تاني، ثقته في نفسه رجعت. خلاص ابتدى بقى غير شغله، وابتدى خطب واتجوز ومش عارف ايه، فالدنيا خلاص ايه مشيت معاه، ومازال لحد دلوقتي احنا على تواصل. انا برضو ميزه العمليات دي والله فعلا ان انت بتكتسب اصدقاء. انا بحب ان انت المريض بتاعي ده نبقى اصدقاء، يعني وليه لا، مفيش مشكله خالص. لو احتجتني في اي حاجه حتى طبيه بعيدا عن الجراحات والحاجات دي، انت محتاج دكتور تخصص تاني يعني ارجع لي واحنا بنتكلم كاصحاب، مفيش مشكله خالص.